اللي انا شخصيا بحطها في محاضرات الاختراعات والابتكارات المصريه القديمه، اختراع اعتقد ان هو اثر في العالم كله بدون مبالغه، وهو اختراع الشادوف. فكره الشادوف، ومره تانية بنطالب بان الشادوف يعلم بطريقه عمليه في مدارسنا علشان الاطفال يرجعوا يعرفوا ايه هو الشادوف مره تانية. نعم، لان ممكن جدا يبقى في ناس ما تعرفش ايه هي اللي هي اله عبقريه زراعيه ابتكرها المصري القديم علشان يستطيع ان هو يرفع كميات المياه في الباقوتي او الباقوتي من اسفل الى اعلى في المنطقه الزراعيه اللي هو عايز يرويها عن طريق الترع الصغيره اللي كان بيحفرها في الارض بتاعته. الشادوف كان ليا معاه حادثه في منتهى الجمال هقولها لكم علشان الاهالي اللي بيسمعونا دلوقتي والامهات والابهات اللي بيسمعونا دلوقتي والجد والجده وكمان الشباب والاطفال يعرفوا قد ايه قيمه حضارتهم الزراعيه في مصر القديمه. ناخدوا مثال لده. وانا في الولايات المتحده الامريكيه في ولايه إلينوي في مدينه شيكاغو زرت متحف يحوي كثير من اثارنا المصريه، لان انت حضرتك عارفه وكل القاهره الكبرى عارفه ان انا ليا اهتمام في استرجاع اثارنا من الخارج. نعم. المهم ان انا دخلت المتحف واذ بي افاجئ بفصل مدرسي لاطفال انا ما اعتقدش ان هم يزيدوا عن 5 سنين 6 سنين بالكثير قوي قوي قوي، 2x2 كل اثنين مع بعض، في معاهم مدرسه امريكيه، واقفين طابور قدام ايه بقى؟ واقفين طابور قدام شادوف هم صانعينه. يعني الامريكان عاملين شادوف تحفه بيحاكوا بيه الشادوف المصري القديم والحديث اللي ما زال بيستخدم في بعض الاماكن رغم ان احنا بدانا ما نشوفوش كتير في الاونه الاخيره. تكتشفي حضرتك بقى ان المدرسه بتطلع كل طفل وكل طفله على سلمتين كده منحدر كده، تطلع فوق وتروح شاده الشادوف ومنزله الباقوتي يملى ميه، بالتقل اللي في الناحيه الثانيه الباقوتي بيرتفع مساعدا الفلاح ان الميه تطلع فوق، يروح هو ماسك الباقوتي ويروح كابب الميه جوه الترعه علشان تروي ارضه. تخيلي حضرتك وتخيلوا يا سادة يا مستمعين يا كرام لما تشوفوا أمريكا في أواخر القرن العشرين، هذه الحادثة أعتقد كانت في أواخر القرن العشرين، وتجدي إزاي الأطفال في المدارس الأمريكية بيتعلموا عمليا كيف يستخدم الفلاح المصري أداة الشادوف اللي هي أول أداة ري في التاريخ بالطريقة ديت وبالذكاء ده وباستخدام فكرة التقيلة اللي في جانب والحبل والباقوتي اللي في جانب تاني. حمل الاثقال وحمل الميه الثقيله بشكل يخفف العبء عن الفلاح هي دي اداه الشادوف. ايضا فطبعا تخيلي بقى كل طفل بيطلع وبيستخدم الشادوف، لا يمكن هذا الطفل هينسى هذه التجربه. لا يمكن في حياته كلها. انا لا يمكن انسى منظر والدي وهو بيوقف العربيه وانا صغير وينزلنا من العربيه ويقول لنا بصوا ده الشادوف. واحنا في الطرق الزراعيه فده منظر مش هنساه. نفس القصه الطفل الامريكي ده مش هينسى فكره الشادوف لانه جربه بايديه. العجيب بقى في الامر ان وانا بتصفح كتاب جينيس للارقام القياسيه ذات مره وجدت ان الشادوف موجود في موسوعه جينيس، وبالمناسبه هي موسوعه جينيس وليس جينيس كما يطلق عليها عندنا في بعض الاحيان. في هذه الموسوعه صوره للشادوف، صورة للشادوف وجنبها أقدم أغنية في العالم. نعم. وكأنهم بيقولوا إن الأغنية اللي كان بيغنيها وبيدندن بيها الفلاح وهو بيشتغل على الشادوف هي أقدم أغنية غناها البني آدم. فشوفي قد إيه أنت كفلاح وكفلاحة مأثرة بابتكاراتك زي المحرات وعندك الشعير والقمح، بل هناك أغاني مكتوبة عندنا في المقابر. هذه الأغاني بتقول إزاي الراجل وهو بيشتغل في الشعير والقمح والدرس بتاع الحبوب إزاي والجمع بتاع الحبوب إزاي هو بيغني للتيران عشان التيران تدوس على الحبوب وتفصل القشرة عن الحبة، وإزاي هو بيقول يلا يا تيران اشتغلي وبيشجعها وبيخليها تشتغل بالغنى وبالإنشاد
زي ما انت مثلا الفواعليه الكرام لما بيشتغلوا يقولوا هيلا هيلا بيلا سيد درويش بقى واغانيه مع البنائين وكل الحاجات الجميله دي. اذا فكره التحفيز بتاع الفلاح لحيواناته او فكره التحفيز للعمال ان هم يشتغلوا بانشاد الاناشيد الجميله النظيفه اللي هي بقى بتخليك بجد تتحمسي زي الاغاني كده الوطنيه ده كان موجود في مصر القديمه. الدكتور بسام الشماع المؤرخ وكاتب المصريات، يعني أنا بشكر حضرتك جدا وبتمنى دايما إن احنا يعني كل مرة يكون في شيء جديد نتكلم فيه في نفس الإطار إن بنوضح فيه عظمة المصريين وعظمة هذه البلد. دي حقيقة يا فندم، وحنهي مع حضرتك ومع السادة المستمعين الكرام بطلب إن المتحف الزراعي يتم الإعلان عنه في إعلانات في شوارع مصر، لأنه متحف عظيم يحوي على حاجات لن تتخيلوها. ده يا جماعة كنز اللي موجود في الدقي، ده متحف الزراعي متحف الزراعي كنز زراعي لن تتخيلوا فيه إيه، من أكتر من متحف هتروحوا تزوروه تقضوا يوم عظيم، هتتعلموا أشياء لن تتخيلوها كعلم. أنا بطالب وزارات التعليم يرجعوا تاني لو ده كان توقف او بيحصل يزودوه، ياخدوا الاطفال للمتحف الزراعي، وزاره التعليم تعمل كده، وزاره الزراعه تبدا تعلن عن هذا المتحف. انا عارف ان في قناه مصر الزراعيه اللي هي بقت قناه مصر دلوقتي وهي ناشطه اعلاميا في كل حاجه، برضو نرجو ان كل الدنيا تتعرف على تاريخ الفلاح والفلاحه المصريه، بل نستطيع ان احنا اخيرا الى وزاره السياحه والاثار ان احنا ممكن ندعو فلاحي العالم ونقابات فلاحي العالم الى يوم زي النهارده، نقول لهم تعالوا احتفلوا معانا بيوم الفلاح، وتعالوا اما اوريكم بقى الفلاحه في مصر القديمه عايزه ازاي، وبالتالي تبقى انت بتعمل اقتصاد، بتعمل دخل سياحي، وبتعلم العالم عن هذا الفلاح والفلاحه العبقريين. أنا بشكر حضرتك.